أرحم الراحمين. إنه قد انزل بك وخلف الدنيا وراء ظهري. ما عندي ما نقول لك، هلا نقول لك قالوا الناس كلهم، والصورة ديالو لامعه عند الناس الجميع. راجل مخلوق وطيب وحاجته ماشي حاجة، وأي مشكل وأي هذا كيوقف فيه، وسبحان الله العظيم بحال حطيتيه على الجرح كبير، يعني بواحد الشكل ما يتصورش. ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله. آخر مرة اتصلت به في التليفون هضر معايا، مسكين ما كانش قادر يهضر، لكن يعني في واحد الوقت يعني كان صعيب، وهضر معايا بزاف، كان دوزات له بنته، قالت لي شكون؟ قالت لي خوك عبد الله. قال لي اعطيني انا، ما كيهضر مع حد، قال لي دوزي لي. قال لي اخويا راني في يد الله. قلت له كنتمنى لك الله سبحانه وتعالى الشفاء والعافيه. الله يشافيك اخويا وعافيك، هذا امر الله سبحانه وتعالى، لله ما اعطى ولله ما اخذ. الحمد لله، الا جيت نهضر لك على عزيز الفضيل اللي راه خصني لك نهار ولا اكثر من نهار. انا حاجه واحده غادي نقول على عزيز الفضيل، اللهم ان كان محسنا فزيد في حسناته، وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. الله يرحمه، خلى واحد الفراغ كبير هذاك السيد، لا بالنسبه للجمهور ولا بالنسبه لنا حنا الاصدقاء ديالو اللي كنا. خويا اسطوره ديال المغاربه كلهم خويا، وما ضاعوش فيها العائله ديالو، ضاعوا فيه المغاربه خويا. المغاربه خويا كان انسان صبور، وانسان يعني انسان خلوق في المعامله ديالو الطيبه، وكنا كنديروا معاه استجوابات خويا، وكان ريحوه كنريحوا في شي ملها ولا شي حاجه، وكنبقاو نهضروا، وكنا كنديروا اسبوعيا كنتجمعوا، وكان هذاك الانسان قرى وليداته حنان، يعني الحقا واحد المستوى كبير، وانسان نطلب الله عليه الرحمه بالمغفره خويا، وانتهى الجنه، انه سميع المجيب، انا لله وانا الى راجعون خويا. كنجمعنا الفن، كنا كنجمعوا الفن، حنت كنت كنعمل بكري المسرح مع عبد العظيم الشناوي، الدسوكين والزهري، وكانوا ناس يعني في المستوى. كنا هادشي كنقول لك يعني في ايامات 68، يعني كان يعني كنقولوا الزمن الجميل. كان ديك الساعه كنا الى بغينا نديروا رانديفو كنديروا في لاجوندا، ديك الساعه ما كانوا لا ميكروات لا يديك لا يخليك. والحمد لله على كل حال، الله يواليه برحمه الله ويسكنه في فسيح جناته ورجع عائلته الصبره والسلوان، انا لله وانا اليه راجعون خويا. السلام عليكم ورحمه الله. الحاج عزيز الفضيلي هو العم ديالي، منين خدينا الفن، هو كبير العائله، كان مريض مسكين، وكنا كنتسناو يرجع، كنا كنتمناو على ان الخبر يكون كاذب، ولكن للاسف هذا الخبر كان صحيح. تألمنا بزاف، ما كناش معاه في المغرب، ما شفناهش، ما واسيناش، ما كناش قرابين ليه للاسف بزاف. المغاربه كاملين ضاعوا في فنان كبير، وحنا ضعنا في كبير العائله، الله يرحمه ويسهل. بسم الله الرحمن الرحيم، إن لله وإنا إليه راجعون. في الحقيقة تلقينا بأسف كبير الوفاة ديالو، جاتنا واحد الصدمة، ولكن لله ما أعطى ولله ما أخذ. ومن ناحية الخلق ديالو، رجل متخلق، كنا أي حاجة بغيناها ولا هذا كيكون هو واقف معنا. واش غادي نقول لكم، والله الله يرحمه ويجعل القبر ديالو روض من رياض الجنة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.